مني ملا اوركستر، سمعوا وانطربوا. مين دخل الإشارة أنا؟ من مهندس الصوت. مبين حدا. شو مبين حدا علينا؟ نهتز. يلا عبول مهندس الصوت مشينا. يلا هلا نادي موال، والموال ترجع تلحقني بالايقاع. ايقاع سداسي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني، يا ليلي. يلا بنجهز حالنا للإيقاع. يلا يا ليلي يا ليلي يا ليلي. سداس الايقاع. ايه اي اوكي يلا. جاهز؟ بس انتبه الله يخليك العتاقه بس. شوف يا شباب في صوت تخربش طالع معنا، صوت تخربش. مين عم يخربش؟ بركي لو بده تدوز ولا شيء. لا ما عندي لا انا ما عندي شيء. ما عندي شيء. ما عندي شيء. ما عندي شيء. يا ليلي يا ليلي يا عيني، ليلي يا ليلي يا عيني، يا بعينيك الكحل اميل وارتاح عشبينك فجر. سداسي الايقاع. اوكي لا سداسي خليك لاحق الايقاع سداسي، بنرجع بنقلب لف. انا ما بقلب. يلا نعم بحياتي قلبت لاجبك. الليل بعينيك الكحل اميل وارتاح عجبينك فجر استحلى خدود التفاح. ليل بعينيك الكحل اميل وارتاح. هي لحظه شوي لحظه شوي عم بصير في دكلاج بالايقاع. انت الغلط. طيب معلم اسمح لي انت مشي معنا. انا بدي امشي معك. هي الايقاع سداسي ما عم تمشي. ايقاع سداسي. ايه سداسي. يلا امشي معي ايقاع سداسي. بس بدي اقول لك على اللاف امشي معي لاف. اوكي يلا. الليل بعينيك الكحل اميل وارتاح عشبينك فجر استحلى خدود التفاح. الليل بعينيك الكحل اميل وارتاح عشبينك فجر استحلى خدود التفاح. شو بعمل لك يا شو شو قصتك؟ عم نعمل جو. جو شو بعرس نحن ولا خيه؟
شو عم تعمل جاب؟ شو؟ هو خيي نحن شغل استديو هون يا خيي. توريق توريق بس توريق ورق لتوريق امشي على الايقاع. لا توريق ما جربتوه انا جاي قالوا لي تعفي مطرب وهذا جينا ماشي نحن وياه. طيب يا خيي على راسي بس امشي معي بس على الايقاع. ماشي ايه خيب يلا وين يلا اوكي يعني باخذ اشاره لحظه شو بس لناخذ اشاره مهندس الصوت نرجع منه. ما بدها القصه كلها يعني ما بدها القصه كلها عادي ايقاع عادي يلا. اوكي ماشي يلا يلا جاهز واحد اثنين ثلاثة لحظة. الليل بعينيك الكحلة مي الوردة عجبينك فجر استحلى خدود الدفة. الليل بعينيك الكحلة مي الوردة عجبينك فجر استحلى خدود الدفة. شو بعمل دخلك يا ربي شو بروصلك يعني؟ خيي ما عمل لك توريق شوي شوي يا حبيب قلبي يا عيني. مش بقلب عرس نحن ولا بقلب حفل لك خيي. هو خيي منه لخيي ما شايف. لا سداسة عم بقول لك سداسة العبها مهلك. انا مشي معنا كمان مزبوط مشي معك كيف يعني؟ ما بنمشي مع بعض بس عم تغنى عم تنسى الايقاع. انا عم بنسى الايقاع شوف شو يلا انا ماشي معكم يا شباب يا خيي. يلا من نجدي نتنا بقى يلا بنراجع بنراجع ولا تخربوش يلا. لحظة لحظة شوي يا خيي. خيب لا عاد في أيها كانوا بقاطة كانوا هون شو داسة طيب يلا شوي يا إلي. أنا بدي أنطر إشارة منك إيه بس تلاقي إيه دكلاج بالإيقاع أنت عم تسمع أكتر مني بس أنا ما عم شوف الإيقاع بالمرة مزبوط يعني ما في شيء أبدا يا خيي ما في شيء. شو عم تقلي انت موسيقيين في موسيقيين وما موسيقيين. ليل بعينيك الكحلة مي الوردة عجبينك فجر استحلى خدود الدفة. ليل بعينيك الكحلة مي الوردة عجبينك فجر استحلى خدود الدفة. شو بعمل دخلك يا ربي مش قادر احكي ولا خبي. شو بعمل دخلك يا ربي مش قادر احكي ولا خبي. من يوم الشافة قلبي شو جايب لي عم نعمل نحن فرقه حسب الله هون بالاستديو. طيب شو قصدك بخي خي خليك معي معي على الرأي. شو هذا شغل استديو هذا شغل في شيء غلط يا خيي. شو اللي في شيء صح قل له سداسه يا خي. نالك سداسه لك شو اللي سداسه وسبعك لك خي مش عم تشتغل صح. شو تاس سداسه قال لك انت المشكله انت المشكله يا حبيب قلبي عيني انت المشكله انت المشكله. امشي معي شوي شوي يا خيي ما بصيرش هيك ولا خي لي خي شغل مش مزبوط بالمرة يا أخي. خي رح أعطيك آخر شانس لو سمحت يا خي من بعد إذنك بس ما يزبط هلا عمل معروف. أنت الوحيد اللي عم تشهد فيهم يا أخي. أنا؟ إيه؟ أنا بوقف. شو اللي أنا بدي إياك توقف يا خي؟ شو أنا بوقف؟ تعرفوا شيء؟ لما جينا صوا سداسة يا تقبلني سداسة وعمل ثلاثة أربعة ما بي... مش شغل يا أخي والله ما أنا شغل. يلا ثلاثة أربعة لحظة لحظة أنا بعطيك الإشارة فوت معي أوكي ما بدي شيء. يلا تعمل لي بوليسير كمان يلا أوكي. واحد اثنين ثلاثة. ليل بعينيك الكحلة مي الوردة عجبينك فجر استحلى خدود الدفة. ليل بعينيك الكحلة مي الوردة عجبينك فجر استحلى خدود الدفة. شو بعمل دخلك يا ربي مش قادر أحكي ولا خبي. شو بعمل دخلك يا إلعن بنكفر لرب الواحد بخير. شو هلا شو هيك يا خي هون هونيك لك يا خي مش شغل مش شغل لك يا إيليا عم خي هلا طلع لي الموسيقى من برا يرضى لي عليك يا خي. هذا نشاز على الحال. تمام هلا خي ما بيصير هيك يا خي عمال معروف طلع لبرا حضرتك مطرب. نعم شو رايك انا يعني ما هو احكي من الاول انت كان عمال تفضل من المطرب مطرب
خي ما بصير هيك ولا خي جيب لي هوا انت مالك سداسي شو بك خي لا ما بصير انت اللي عم تمشي عم يمشي معي مزبوط الاخ انت اللي مش عم تمشي مع انه بعرف على برا يا خي قلت لك انا بدنا اثنين ايقاع بدك اثنين ايقاع بس ما عم يشتغل صح يا اخي فكرك انت عم تعمل بروغرام يلا من اجي انا البركه بعمل لك جو فيها خي صرنا عيدين سبع مرات ما بصير هيك ما بدك شيء بعد الغنيه من اولها واذا صرنا نص ساعه هيك اخر مره خي كيف بدي يغني الواحد ومعصب ولا خي والله العظيم يا اخي يلا الليل بعينيك الكحل امي عجبينك فجر استحلى خدود التفاح الليل بعينيك الكحل امي المرتاح عجبينك فجر استحلى خدود التفاح شو بعمل لك لك يا ربي مش قادر احكي ولا خبي شو بعمل لك كبي بتحكي معي ليه؟ شو بي؟ اندقينا مصيبة ونسكتنا مصيبة شو؟ خلص يا خي انا بنسحب معاش بدي اياه الغنية خي خلص خلص انا بنسحب خلص يعطيك العافية خي اول شي كلنا على بعضنا مش متفقين خلص خلص ليه يا خي؟ كلنا على بعضنا مش ماشي كلنا على بعضنا هو بلش لك شو بك؟ انت وياه لك شو بك؟ لك شو بك؟ لك شو بك؟ على بعض هو قال لك شو داسه عم بعيونك العمي عم بعيونك العمي شو قصدك يا ليه؟ روح يا خيي هيدا المعروف شو انت غيره على التلفزيون لبنان والشباب بعض عايشوا تاكلوا غيره